بقى سريعا لملف الصحه، وطبعا ده الشغل الشاغل دلوقتي حاليا المتحور الجديد، وان هو منتشر وان في زياده في اعداد المصابين، واحنا شايفين ده فعلا في زياده اعداد المصابين، لكن في نفس الوقت الحمد لله في زياده في اعداد المتعافين. خلينا نبتدي اولا باعداد المتعافين. وزاره الصحه والسكان اعلنت عن خروج 1209 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وده طبعا بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمه وتمام الشفاء. ربنا يا رب يعافينا جميعا ويعافيهم. كده بيرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس لغايه 343971 حاله، ده حتى امس. اوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان ان تم تسجيل اعداد جديده بقى 1603 حاله جديده، ثبت ايجابيه تحاليلها معملين للفيروس، وبالاضافه الى وفاه 38 حاله جديده. الحمد لله هو فيه طبعا شايفين الرقم العدد الاصابات مرتفع جدا، في ارتفاع كبير 1600 حاله، يعني يمكن الرقم ده من الحاجات اللي احنا اول مره الارقام دي اول مره نوصل لها يعني في الموجات السابقه كمان، لكن الحمد لله شايفين ان عدد الوفيات ما فيش ارتفاع في العدد، بالعكس في الى حد ما يعني بنتكلم في نفس تقريبا المنحنى او بنقل شويه، وده الحمد لله حاجه مطمئنه ان هو يعني الموضوع بيجي الى حد ما، مش هقول ان هو خفيف علشان في ناس للاسف لما بنقول كده ما بتاخدش بالها من الاجراءات الاحترازيه، بيقول لك بقى ده دور برد بسيط وكده. لا، بناكد مره ثانيه يا جماعه، هي الموضوع ده على مستوى العالم مش هنا بس، ملوش اي نوع من اي قواعد، يعني ممكن يجي لك دور برد خفيف جدا يجي غيرك من غير اي نوع من الاعراض، وحد تاني يجي دور جامد جدا جدا ولا سمح الله ممكن يوصل للمستشفيات او ما شابه، لكن الضمان الوحيد ان شاء الله يعني طبعا بمشيئه ربنا ان انت ما توصلش المستشفى ان انت تكون واخد التطعيم. فمره تانية وثالثه ورابعه بناكد على اهميه ان احنا ناخد التطعيمات. اي حد لغايه دلوقتي وللاسف انا بشوف ناس وناس متعلمه ناس اعرفهم بشكل يعني ببقى مستغربه جدا لما بدخل معاهم في جدل، بيبقى جدل عارفين الجدل ساتوسطائي زي ما بيقولوا كده، ملوش اي نوع من المعنى، ان هو اي كلام وخلاص ان هو ما ياخدش التطعيم. فانا بستغرب جدا من الناس دول، ارجوكم لو سمحتوا في ظل انتشار كبير على مستوى العالم كله للمتحور الجديد، فارجوكم مره تانية التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم. اي حد لغايه دلوقتي ما خدش التطعيمات ياخدها. اللي عندهم الجرعه التنشيطيه بدات في رسائل يمكن توصل لناس كتير جدا علشان الجرعه التعزيزيه او التنشيطيه الجرعه الثالثه برضو ان هو نروح ناخدها الى حد ما، ناخد كل بقى اجراءاتنا الاحترازيه مره ثانيه، نبتدي مره ثانيه في التباعد الاجتماعي، الكمامات اللي ما بقاش الواحد يشوفها غير يعني في النوادر، الكحول اللي نبتدي نستخدمه مره ثانيه. المهم ان احنا نرجع عشان في يعني انتشار كبير جدا. احنا بنتكلم 1603 حاله، لكن بالتاكيد مش هي دي بس الحالات، في حالات كتيره بتبقى فيها عزل منزلي على طول، في حالات كتيره بتبقى ما بيبقاش في تبريد او ما بتعملش التحاليل بتاعتها في وزاره الصحه. فيعني مش مشكلتنا ايه الاعداد، لكن المشكله ان الموضوع منتشر على مستوى العالم، فارجوكم مره تانية حافظوا على نفسكم وحافظوا على اهاليكم وحافظوا على جيرانكم وعلى زمايلكم. ربنا يعافينا جميعا. نوصل اخر حاجه ممكن نقولها، العدد بقى اللي احنا وصلنا له لغايه دلوقتي او المجمل الاعداد 410098 دي كل اللي تم تسجيله بفيروس كورونا في مصر لغايه دلوقتي. يعني يمكن يا اسماء الرقم اللي انت بتقوليه النهارده الاصابات 1600 وشويه، وانت بتقولي دي بس الارقام اللي عملوا تحاليل تبع وزاره الصحه، في ناس بتبقى عارفه ان هي كورونا وبتتعزل منزليا، لكن في ناس تانية بقى بتبقى فاكراها دور برد، عارفه دور البرد اللي ماشي اليومين ده اللي ماشي اليومين ده، ما هو في الصيف بيبقى دور البرد بتاع المروحه وفي الشتاء بيبقى دور البرد بتاع الدفايه. يعني معظمنا دلوقتي عنده دور البرد اللي ماشي اليومين دول، فخدوا بالكم عشان في الغالب مش هيبقى دور برد لانه اعراضه بتبقى مشابهه جدا جدا بقى لمتحور اوميكرون تحديدا. يمكن كورونا اعراضها بتبقى شديده شويه وبترتبط اكتر بالتنفس وبترتبط بفقدان بعض الحواس وما الى ذلك وتكسير الجسم والاعراض الشائعه الشديده، لكن اوميكرون تحديدا بقى اعراضه مشابهه تماما لاعراض نزلات البرد ودور البرد اللي ماشي اليومين دول، فخدوا بالكم. ربنا يسلم حضراتكم جميعا.